سياسات الصحة. التطرق إلى السياسات الصحية في مختلف القطاعات العامة في برنامج سياسات الصحة. مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج سياسات الصحة، البرنامج اللي يعنى بالسياسات الصحية في تونس. برنامج يجيكم كل نهار السبت، يستمر نصف ساعة. تسمعونا على فريكونس 93، أيضا تنجموا تتابعونا على اللايف متاعنا والفيديو متاعنا على صفحتنا على الفيسبوك ولا على السيت ويب متاعنا الحياة.فم. ضيفتنا لليوم هي وزيرة صحة سابقة، هي أيضا وزيرة للمرأة في حكومة الحبيب الصيد رئيس الحكومة الأسبق. وزيرتنا طبيبة أيضا من موالي 10 جانفي 1963 في جرجيس، هي سياسية وعضو في المجلس الوطني التأسيسي، درست في كلية الطب بتونس ما بين عام 1982 و1986، ثم أصبحت طبيبة عام 92 ومتخصصة في أمراض الرئة. عام 2008 تحصلت على شهادة بين الجامعات في علم وظائف الأعضاء وعلم أمراض النوم في كلية الطب والصيدلة في ليون في فرنسا. هي أستاذة مشاركة في قسم أمراض الرئة في كلية الطب بتونس ورئيسة سابقة لقسم الرئة بمستشفى الرابطة. هي ناشطة أيضا في عديد من الجمعيات العلمية المختلفة مثل الجمعية التونسية للأمراض الصدرية وجمعية التنفس الأوروبية والجمعية الأمريكية لأمراض الصدر والجمعية الفرنسية لجهاز التنفسي. وزيرة للمرأة كما قلت في حكومة الحبيب الصيد عام 2015 حتى الآخر أوت 2016، ووزيرة للصحة في حكومة يوسف الشاهد. ضيفتنا اليوم هي الوزيرة السابقة سميرة مرعي. مرحبا بك مدام سميرة. مرحبا مرحبا بكل مستمعي حياتك. وزيرة سابقة في حكومة يوسف الشاهد واليوم تتدخل معنا، وزيرة للصحة طبعا تتدخل معنا على موجات إذاعة الحياة فيم، أول إذاعة متخصصة في الصحة في تونس. مرحبا سعادة. وأنا كنت دخلت معكم في السابق. دخلت معنا في مش في برامج أكيد على الكوفيد. دخلت معكم على الكوفيد. الوضع الصحي في تونس حاليا مدام سميرة كيفاش توصفه بعد تقدم حملات التلقيح الوطني وبعد فترة صعيبة عشناها في شهر جوان وشهر جويليا؟ وضعية كانت صعيبة، كان فما حتى تحذير من انهيار المنظومة الصحية. اليوم كيفاش تشخص الوضع الصحي في بلادنا بالتزامن مع تطور أو تقدم الحملة الوطنية للتلقيح؟ وفي الحقيقة الوضع الصحي انت تعرف لي، انا مازلت طبيبة مباشرة يعني مستشفى وانا امراض صدرية يعني مباشرة بصفة معناها للمرضى للكوفيد، ونجم ناكد لك اللي طبعا الوضع الصحي تحسن وتحسن كثيرا طبعا بعد الموجات اللي شفناها، وخاصة يعني بتقدم التلقيح. وايضا ما يلزمناش نخبيو اللي الدلتا وقت اللي دخل لتونس يعني انتشار الدلتا خلى فما مناعه زاده جماعيه، مناعه طبيعيه، وزادت كرستها وزادت تحسنت معناها بالتلقيح. على خاطر كي نقولوا وصلنا 700 ولا 800 ألف يعني مريض، هو في الحقيقه راهو فما برشا مرضى كي واحد يمرض في العائله ما يمشيش يعمل التحاليل. يعني انا نقول قرابه يلزم اقل حاجه نضربوه في ثلاثه، يعني هناك زوز ملايين و300 مرضوا بالكوفيد في تونس، وهذاك علاش اكتسبوا يعني مناعه، والمناعه تعززت طبعا بالتلقيح، وهذاك علاش فما مناعه جماعيه تكونت موجوده معناها تكونت في تونس. وان شاء الله كان ما فماش سلالات جديده يعني اللي هي تكون خطيرة أو لا خطيرة، خاصة بالنسبة معناها معناها احنا نقولوا بالنسبة للتلقيح، خاصة التلقيح يقعد دائما حتى في السلالات الجديدة وهو فعال وفما يمثل التغطية، على خاطر فما عليش على خاطر فما مناعة ليمونيتي سيلولير وليمونيتي اوموغال، يعني فما زوز مناعات اللي هي تخلي الانسان معش يمرض، لكن
ما ننساوش اللي راهو ينجم يعدي. هذاك علاش اللي هو ينجم يعدي ويكون حامل الفيروس وينجم يعدي، وهذاك علاش احنا نأكدوا اللي يلزم التلقيح نوصلوا اكثر من 90% من التوانسه، وهذا ممكن، وهذا ممكن علاش؟ على خاطر التلقيح موجود، وهذا هو الحاجه اللي نحب نحييوها. يعني العمل الكبير والكبير اللي قامت به معناها كل معناها المؤسسات الدوله والمجتمع المدني، هذايا لازم نحييه، خاطر تونس وقفت وقفه صحيحه معناها بعد، لكن طبعا احنا اليوم 25,000 يعني هذه حاجه كبيره برشا، ونرحموا على ارواحهم على خاطر احنا عشنا فتره صعيبه برشا، لكن والحمد لله اليوم يلزم نكونوا دائما معناها كدولة معناها خاصة في الحدود، يعني ما نتأخروش فيما يتعلق بالتلقيح، نقعدوا وأيضا وأيضا كأشخاص أنا نقول اللي راهو معناها البورد ماسك والكمامات وكل شيء ما تستهنوش بهم، ما تقولوش رانا انا ملقح وما نعملش. كي تبداو كي خاصه كي نبداو في تجمعات يلزم واحد يقعد البورد ماسك على خاطر مازال الفيروس يدور يعني في العالم. شفنا كي توفرت الاراده مدام سميره، كي توفرت التلقيح وصار فما وقفه حازمه، نجمنا ان نحدوا من الاصابات ونجمنا ان نتقدموا في الحمله الوطنيه للتلقيح. وصلنا 4,300,000 حوالي هكا 4,300,000 تونسي استكملوا عمليه التطعيم، يعني قربنا من تحقيق معدل النصف. شنو كان ينقص وزاره الصحه في السابق باش تقوم بالخطوات هذه؟ انت كوزيره سابقه لو كنت على راس وزاره الصحه منذ بدايه الجائحه وفي ذروه انتشار الوباء، شنو كنت تعمل؟ شنو كنت تخير انك تعمل، خاصه وانك انت من المنادين بالحجر الصحي الشامل، من الاشخاص اللي كانوا دائما يناديوا بالحجر الصحي الشامل؟ لا في الحقيقه انا ما كنتش من المنادين دائما بالحجر الصحي. انا شفت لك اكثر من تصريح. لا انا باش نعطيك ولا ترجع لي لكل المداخلات نتاعي، وانا ديما جو سوي في نفس الخط. اخر تصريح ماي 2020 اي فوالا. وقتاش انا قلت لا في تصريح هذاك؟ شوف فما مرتي في الحجر الصحي الشامل من الاول، يعني في بدايه يعني الجائحه في 2020 نادينا كلنا. علاش؟ على خاطر احنا ماناش متحضرين. هي في الحقيقه معناها يلزم هذه نقولوا اللي الكوفيد هو ورى عدم اهتمام المنظومه وكل الحكومات ما قبل كوفيد بقطاع الصحه، هذا نقولوا كل وزارات الصحه يعني قبل 2011 وبعد 2011، خاطر مشاكل الصحه كان نحكيوا على السياسات هي من قبل 2011 موجوده معناها المشاكل نتاعها. لكن وقت اللي جاء في مارس معناها 2020 كنا كل الاقسام، وانا معناها امراض صدريه وكنت رئيس قسم، يلزم ماناش متحضرين لا على مستوى البنيه التحتيه، لا على مستوى المعنوي، لا على مستوى حتى نحب نذكرها عمري ما ننساها. في مارس يعني 2020 يعني طبيبه داخليه قالت هكا تتحدث، قالت هذايا ينجم يكون كوفيد. الفرمليه حطوا نحو بلايزهم وروحوا. قالوا احنا ما بلش ما فماش استعداد، ما فماش استعداد لا معنوي كما قلت انت، لا لوجستي، لا معنوي لا لوجستي، ما عندناش وقتها حتى نتاع الحمايه، ما عندناش معناها الاليات، ما عندناش لو سيركوي، قدر تعرف انت يلزم سيركوي كوفيد، يعني ماناش متحضرين. هذاك علاش احنا نادينا بالحجر الصحي الشامل حتى تقع يعني تحضير كل المستشفيات وكل وطريقه يعني التعامل والمسالك، حصر حلقة العدوى زيادة، حلقة العدوى ومسالك لا خاصة على مستوى الصحة، مسالك يعني الكوفيد، يعني كيفاش باش ننظموا رواحنا في المستشفيات، في المستشفيات وعلى مستوى الوزارة، وهذا كله يعني لوجيستيك وخدمته الوزارة بطريقة يعني وقتها ثم تشاركية كبيرة برشا معناها كل الناس، سواء كما قلت لك صار تكوين يعني القطاع معناها الباراميديكال، الفرمليه لي ميدسان لي زانفيرمي لي جون وكل شيء معناها، وهذيك مهم ومهم جدا، خاطر كان لقينا احنا وصارت لنا ديما نقولها، وكان صارت لنا معناها في احنا في جانفي ولا في فيفري 2011 كما صارت في اوروبا
ما نعرفش شنو معناها تكون كانت معناها الكوارث اللي كنا باش نعيشوها. والحمد لله احنا في فبراير 2020 تقصد 2020 هذاك علاش احنا تحضرنا يعني نفسانيا وعلى الطريقه وكل وحتى على كيفيه العلاج خاطر هذا مرض جديد ماهوش مرض قديم يعني واخذينا بالتجارب نتاع اما بشكل متاخر أوروبا. احنا كنا نجموا نستبقوا ما تراش معايا مدام سميره كنا نجموا نستبقوا اللي صار في اوروبا هذا اللي قلت انا هذا اللي قلته اكزاكتومون اللي احنا ما استبقناش من الاول كنا نجموا نستبقوا يعني منذ شهر جانفي يعني منذ شهر جانفي ما ريناش يعني حتى جانفي 2020 تحكيها ما ريناش معناها استعداد في المستشفيات لجائحة الكوفيد وهذا هو الخطأ يعني حقنا من الأول مش كان وقت اللي فيها احنا في مارس وفي مارس بطريقة معناها وقتها بعد أول حالة يعني استعداد في المستشفيات واستعداد فيما يتعلق بالتلقيح ما صارش اقتناء التلقيح كما عملت برشا بلدان يعطيك الصحة دونك هو علاش أنت قلتي شنو الأخطاء الأخطاء خاطر أنت وقت اللي تكون عندك في حرب ضد الكوفيد والعالم كله يقوم بحرب فمش بلاد ما قالتش رانا نحن في حرب وقت يلزم عندك قائد نتاع حرب يلزم عندك جيش نتاع حرب يلزم عندك استراتيجية نتاع حرب يلزم وهذا اللي الخطأ اللي ما شفناهش اللي خطأ اللي شفناه غياب استراتيجية معناها واضحة للتعامل والتعاطي مع الوباء معناها كنا احنا نتعاملوا مع الأزمة تحسنت وقتها النتائج نغيروا ونقولوا هاويا باش نحطوا معناها في الاجراءات وهذا هو كان الخطا يعني هذا اللي صار في جوان 2020 مع حكومه على كل المدى انا نقول لك من الاول حتى للاخر يعني تعاملنا مع الوضع يعني كانت فما جيستيون نتاع الازمات يعني هذا هو اللي كان ولكن لم تكن لدينا استراتيجية يعني شفت كيفاش وقت اللي احنا وقت اللي فما إرادة سياسية وقت اللي تعملت اللجنة على مستوى وانا كنت ناديت به انا وقتها كنت اتذكر قلت راهي المنظومة الصحية وقتاش قلت راهو يلزم الحجر الصحي يعني بعد 2020 قلت وقت اللي ما عادش عندنا الاكسجين قلت وقت اللي ما عادش عندنا الاكسجين لازمنا نعملوا حجر صحي وهذا رانا احنا حسيناه من ابريل 2021 ابريل 21 وليت انا نقول ما عادش عندنا الاكسجين لازمنا نعملوا حجر صحي قبل معناها خاطر بدينا نحسوا فيها احنا في المستشفى نقص معناها في البريسيون تاع الاكسجين دونك ما نوصلوش حتى اللي صارت معناها في بلدان اخرى اللي الاكسجين يتيح وهذا عاشوه وللاسف معناها في صفاقس عاشوه في تطاوين مرضى يقف عليهم الاكسجين والمرضى ينقلوهم لصفاقس برشا مرضى مصابين بكوفيد كانت حالتهم ماهيش بالخطوره اللي تؤدي للوفاه وللاسف ما تمش معناها انقاذ حياتهم ما لقاوش الاكسجين في الدار ما لقاوش المستشفيات هذاك علاش احنا اليوم نقيموا في تجربتنا مع الكوفيد وتاسيس التعافي راهو 5140 وفاه في شهر جويليا راهو شهر جويليا كان كوشمار بالنسبه للاطباء وبالنسبه للتوانسه اللي عاشوا معناها والعائلات اللي عاشوا الكوفيد علاش على خاطر انت يجيك مريض وتبدا حاير باش تلقى له الاكسجين حاير باش تلقى له بلاصه لا في الغياب ولا في السبيطار يعني هذايا اليوم كيفاش نجموا نطوروها التجربه ذي القاسيه اللي عشناها مدام سميره دكتوره سميره مع الكوفيد كيفاش نجموا نستفادوا منها ونبنيوا عليها باش ننهضوا بوضعيه مستشفياتنا العموميه اللي تعاني من عديد المشاكل غياب التجهيزات نقص الزاد البشري نقص الاطباء اطباء الاختصاص كيفاش اليوم نجموا نطوروا او نجموا التجربه ذي الصعيبه نحاولوا نبنيوا عليها ونستفادوا من اللي صار فيها من اللي صار منها انا هذه يبين يعني البنيه التحتيه اللي ناقصه في تونس وعلاش قلت لك معناها الكوفيد هو عرى يعني بالحق معناها مستوى المستشفيات والهياكل الصحيه والهياكل الصحيه اللي في تونس واللي احنا معناها كأطباء فايقين بها وكمسؤولين يعني انا وقت اللي كنت على راس معناها وزاره الصحه اول حاجه اهتممت بها هو القطاع الاستعجالي وقطاع الغيانيماتور وقتها عملنا مسح وشفنا اللي هما عندنا 240 يعني فرش برك نتاع اسره النعاش وهذا العدد هذا يتطور اليوم بعد الكوفيد يخدم طبيب اليوم في المستشفى العمومي يعرف
المعاناة اللي يعيشها المريض واللي يعيشوها أعوان الصحة في أقسام الاستعجالي. علاش؟ لازم نعرفوا شنو الأخطاء. أقسام الاستعجالي علاش عندنا في تونس يعني معناها الخدمات متردية في أقسام الاستعجالي. لا مش الازدحام كبير، إجا شوف ما تلقاها أكثر من اللقاء، أكثر من طاقة الاستيعاب. علاش؟ راهي كلها ليه، راهو يلزمنا نفهموا معناها مشاكل الصحة شنية، يلزمنا نفهموا باش نعرفوا التشخيص الصحيح. اليوم عندنا مشكلة كبيرة هي التأمين عن المرض. يعني عندنا نسبة كبيرة وكبيرة جدا تاع ناس ما عندهاش كارنيات وما عندهاش لا كارني، لا عندها لا كارني أبيض، لا عندها لا كارني أصفر، ولا عندها حتى من معناها الكنام. دونك شنو اللي يصير؟ يصير ما تمشي للاستعجالي، ما تمشي معناها كما تردي الحاله نتاعها وقت اللي تمرض وقتها تمشي للاستعجالي. يعني نلقاو احنا حالات نتاع كادو تيوبركلوز، اللي كان نتاع ناس معناها حالات كبيره، حالات حرجه في الاستعجالي، حرجه وما عداوش في الوقت، ولا نتاع عمليات ما حداوش في الوقت، ولا كونسير دي باسي ما حداوش في الوقت، وقت اللي ما يمشي للاستعجالي. هذا في بقعة راهو عدى معناها قبل بشهرين وثلاثة أشهر أحيانا باش يمشي، يعني باش يقوم بالعيادة في المستشفيات ولا مؤسسات الصحة اللي هي الأولى. يعني هذا نوع اللي أنت لازم نعرفه. اللي اليوم مشكلتنا على ثلاثة مستويات، يعني على مستوى الخدمات الصحية، على مستوى معناها التأمين على المرض والمشاكل بتاع اللي تعيشه المستشفيات من نقص، يعني في الموارد، في نقص معناها في حالات بتاع واحد إفلاس، راهو معناها لونديتمون معناها علاش اونديتيت نشوفه. وفي نفس الوقت هي طبعا هل إدارة كل هذا، يعني حوكمة الصحة بصفة عامة، حوكمة مش نلقاو احنا مش نلقاو. نحب نقول لك معناها هذه راهو نعطيك في تو مازال هذايا مدام سميرة باش يكون موضوعنا في الجزء الثاني من البرنامج، باش نحكيو فيه على حوكمة قطاع الصحة، باش نحكيو على الفساد في وزارة الصحة اللي هي من أكثر الوزارات اللي فيها فساد، وأنت صرحت عديد المرات على الفساد والملفات نتاع الفساد الموجوده في وزاره الصحه. معناها فساد دقيقه، معناها تو نحكيو على الفساد باش نربطو نحكيو الحوكمه. يعني هي الحوكمه شنو هي؟ الحوكمه هي كيفاش اداره كل هذا، اكيد بين اداره المستشفيات، اداره الموارد اللي عندها الدوله، اداره التامين على الصحه، الاداره معناها الماليه هذا كله، يعني حتى انديبوندمون. احنا بالتضاد مدام سميره نفهموا المعنى نتاع الكلمات. انا كي نحكيو على الفساد اكيد باش نحكيو على حسن الحوكمة وحسن التصرف وحسن الإدارة في وزارة الصحة. احنا ما زلنا مواصلين معكم في برنامج سياسة الصحة، ضيفتنا وزيرة الصحة السابقة سميرة مرعي، نحكيو فيها او نحكيو معها على وضعية القطاع الصحي العمومي، وضعية المستشفيات، وماذا بعد كوفيد افق تونس بعد التلقيح. هذا الكل اليوم في برنامج سياسة الصحة، كونوا في الاستماع والمتابعة. انا مراجعين سياسة الصحة، التطرق إلى السياسات الصحية في مختلف القطاعات العامة في برنامج سياسات الصحة. رجعنا لكم من جديد في برنامج سياسات الصحة، نحكيه مع وزيرة الصحة السابقة سميرة مرعي حول السياسات الصحية في تونس ووضعية المستشفيات العمومية. نحكيه أيضا على الحوكمة والفساد الموجود في القطاع الصحي مع ضيفتنا، رحبوا بها من جديد. مرحبا بك مدام سميرة من جديد. عايشك. قبل الفاصل كنا نحكيو على وضعية المستشفيات، ونحكيو بديت انت تحكي على الحوكمة وحسن التصرف، كيفاش نجمو نحسنوا من الخدمات الصحية بالحوكمة الرشيدة في القطاع الصحي. ربما قبل ما ندخلوا معناها في التفاصيل كيفاش نحلوا المشكله، نحب ناكد كمان اللي كل الاجراءات معناها اللي اتخذت في الكوفيد هي اجراءات وقتيه. يعني وقت اللي جينا لقينا نقص معناها في الاقسام نتاع الغيانيماتيون، حلينا يعني المستشفيات الميدانيه، يعني عملنا مستشفيات ميدانيه، حلينا اقسام اخرى اللي هي اقسام خاصه بالكوفيد، ولكن هذا الكل يعني وقتي. يعني احنا ما حليناش
مشاكل الصحة وما شحديناش مشاكل المستشفيات. بالعكس المستشفيات اليوم الكل قاعدين تعيش وضع مالي صعب جدا. علاش؟ على خاطر المشاكل كلها ما زالت موجودة والمشاكل ماهيش على مستوى الصحة في حداتها، يعني مستوى الوزارة هي كلها كمنظومة كاملة. والمنظومة كما قلت لك معناها وقت اللي نحكي هي يعني الخدمة الصحية طبعا توفرها وزارة الصحة، ولكن المشكلة اليوم الكل هو في التمويل وفي التغطية الصحية. والتغطية الصحية يلزمها تكون شاملة، خاطر انت بالنسبة للدولة، الدولة هي شنو الأهداف نتاعها؟ يلزمها توفر معناها الرعاية الصحية معناها لكل المواطنين وتأمن تكاليف العلاج والرعاية معناها الصحية. اليوم وللأسف اليوم فما نقص أيضا كبير مدام سميرة في الأدوية في مختلف المستشفيات، الأدوية أيضا نتاع الأمراض خلينا نقول المستعصية فماش أدوية. وهذا تعرف عليش ولا؟ وصل حتى نفذ التمويل تعرف علاش؟ على خاطر المشكل اليوم، المشكل اليوم هو مش اليوم برك معناها، منذ قبل 2011 هي الصناديق الاجتماعية. الصناديق الاجتماعية اليوم اللي هي تعجز من قبل 2011 ماهيش تخلص يعني في الكنام، هي ماهيش تعطي في للكنام، خاطر التوانسة قاعدين توا يقدموا وهما يساهموا يعني في الكنام 26% سواء من عند معناها المشغل نتاعهم ولا هما ديريكتومون، ومش قاعده توصل للكنام. الكنام ماهيش قاعده تخلص يعني طبعا في المستشفيات، والمستشفيات ماهيش تخلص في الفارماسي سونترال، والفارماسي سونترال ماهيش تخلص يعني في لي فورنيسور وخاصة تاع الأدوية. يعني الشبكة يعني كاملة ماهيش قاعدة تقوم بالدورة. شبكة كاملة، يعني شبكة. نقص تمويل كافي، فما فساد، فما سوء تصرف في قطاع الأدوية، إذا يخلى المخزونات من الأدوية توشك حتى على الفساد. قبل ما نحكيو على الفساد، راه الفساد هذه تراكمات نتاع العدد. ما ينجمش يكون ما فماش فساد أيضا مدام سميرة، كيف تكون الأمور على الفساد؟ ما ينجمش كل شيء نحطوه على الفساد. أنا حطيته من الأسباب، واحد من الأسباب. هو فساد في حد ذاته، راه خاطر عدم معناها التصرف وقت الإنسان ما يتحلش مشكلة ويخليها كل عام، حتى هو فساد يعني طبعا سياسي، خاطر هذه سياسة دولة وسياسة حكومات متعاقبة، يعني هذه هي حتى هو فساد. اليوم أنت شنو اللي المشكل؟ عندنا معناها المستشفيات نتاعنا، المستشفيات نتاع العمومية تقبل الناس الكل، تقبل الناس الكل، وأنا في المستشفى واللي يقول لا راهو المستشفيات ما تقبلش، بالعكس تقبل الناس الكل، وعندنا أكثر من 900 ألف عائلة اليوم ما عندهاش كنام. وما عندها وعندها كرني ابيض ولا كرني اصفر، يعديو في المستشفى، ما نحكيوش اللي ما عندهمش، يعديو في المستشفى وحتى حد ما يخلص عليهم. يعني هذا خلى العجز يعني في المستشفيات، المستشفيات قاعده تخلص وما تاخذش الفلوس من عند الكنام، وما فماش شكون يخلص على اللي ما عندوش معناها تغطيه اجتماعيه، وهذا اللي خلى كل المستشفيات اليوم تعيش عجز مالي، ما عادش تنجم تخلص يعني حتى اليوم تتصور معناها الماتريال اللي نخدموا به. نحكي لك مثلا اكزامبل، وصلنا معناها بيوبسي باش يعمل المريض بيوبسي سكان، بيوبسي بالواحد لازم فما الماتريال، يجي المريض تقول له برا امشي شري، وهو الكوت بيان واش وكل شيء، معناها قبل الماتريال لازم يتوجد في السبيطارات. هو خلينا يعني نقولوها بصراحه مدام سميره، تو اللي يمشي للمستشفيات العموميه كان الشخص المضطر، اي انسان ميسور او عنده الحد الادنى من الدخل ماهوش باش يعالج في المستشفيات العموميه ويخير. راهو خطا ما نحبوش نوصلوا اللي فما معناها صحه وفما معناها خدمات صحيه في المستشفيات للفقراء وخدمات صحيه علاش معناها للاغنياء، وهذا باش يزيد يضرب الهياكل الصحيه العموميه. طبعا يضرب الهياكل الصحيه، خاطر الهياكل الصحيه بالعكس غادي وين ثم اساتذه جامعيين ثم التكوين ثم واحد ما يلزمش تتمس يعني المنظومه العموميه، على خاطر المنظومه الصحه الخاصه هي الديبا معناها من المنظومه العموميه. وفي تونس راهو عندنا مكتسبات كبيره، يعني مكتسبات كبيره في تونس اللي يلزمنا نبنيو عليها. علاش؟ على خاطر معناها حقيقه وقت اللي بعد الاستقلال تونس معناها بنات
السياسه نتاعها على الصحه وعلى التعليم. باش نحكي هنا على الصحه اللي رجعتها معناها مبنيه على السياسه الوقائيه، بوركيبا توخى سياسه وقائيه وخرج الصحه على نحو معناها شبه مجاني يعني منذ الاستقلال. وهذا اللي خلى معناها السياسات ما تبدلتش، تغيرت تعملت الكنام، لكن بعد معناها تعملت الكنام لكن ما تغيرتش يعني السياسات ما تغيرتش. لكن كيفاش ما تغيرتش؟ ما تغيرتش على الورق يمكن، لكن الوضعيه اليوم الاكتظاظ نتاع المستشفيات، سوء الخدمات، الضغط الكبير اللي قاعد تشهده المستشفيات، نقص الادويه، نفاذ مخزون عديد الادويه، عديد قضايا الفساد. احنا وين ماشيين اليوم بالقطاع الصحي اللي هو من اهم مؤشرات التنميه الاجتماعيه؟ كان اليوم ما فهمناش بعد الكوفيد هجرة الأدمغة أيضا من الحاجات اللي أثرت وتأثر يوميا. أنا نحب باش نكونوا معناها حاجة واضحين، ما نقعدوش في التشخيص برك، نكونوا نعطيو حلول بدائل، نكونوا إيجابيين. شوف فما موجودين الحلول وبدينا نخدم عليها. أنا معناها عرفت اللي إنسان راهو عتيغا معناها. أنا حياتي 35 سنة وأنا في الصحة العمومية يعني ومع المريض أون بليس، مش مانيش في لابوغاتواغ ولا في واحد، أنا باحتكاك يعني مع المرضى، باحتكاك معنا كل المسالك الصحيه اللي 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 مريض معناها في المستشفى كيفاش يعيشها. يعني اليوم عندنا مشكله كبيره اللي هي في التمويل. يوصل التوانسه اليوم تخلص اكثر من 37% لقيناها في 2014. انا نقول لك اليوم ممكن وصلنا 40% يتفحم التونسي من جيبه، سواء ما تقول لي غني ولا رغي، كيف راهو حتى في المستشفيات التمويل هذا ما فماش دواء باش يشريه الدواء. وقت ما حكيت لك ما فماش ماتريال باش يمشي يشريه للمريض وقت اللي هو حاجه لازمه. يعني اليوم عندنا مشكل كبير وكبير جدا هو الاكتظاظ في المستشفيات، هو نقص الادويه، هذا الكل. ثم مشاكل كما قلت لك اللي هي معناها عندنا بنيه تحتيه اللي نجم نبنيو عليها، واللي هي الخط الاول. وقت اللي عندك خط اول عندك 2000، يعني اليوم عندنا 2000 ديسبونسير في تونس. واحنا شنو اللي خدمت عليه معناها انا اكثر حاجه هو المراكز يعني الانترنتيغ الوسيط، المراكز الوسيط اللي هي تكون مركزه فيها كل معناها التجهيزات الاوليه. مش معناها لابوغاتوار خاجو معناها مش معناها الراديولوجي وطب الاختصاص. هذه كي تبدا انت عندك تعزز الخط الاول باش تنقص الاكتظاظ. اليوم انا نعيشوا في مستشفى جامعي، يجيونا ساعات باش ما عملش حتى تصويره، يجيك على خاطر كحه وما جاش ما عملش حتى تصويره، والا يمشي الاستعجالي وهو معناها حتى في حاله كما قلت لك متقدمه. يعني اليوم تعزيز الاطباء، ما يجيش فما اطباء يلزم تركزهم في المستوصفات، مش اللي يخدم في المستوصفات او اللي يخدم في المستوصفات بعد غدوه هم قاعدين يدوروا الاطباء. غياب اطباء الاختصاص على المستشفيات الداخليه والمستشفيات يعني الداخليه، هذه الاقسام الوسيطه تحط فيها اقسام معناها الاطباء الاختصاص على مستوى ثلاثه على الاقل، 3 كونسلتاسيون ولا 2 ولا 3 كونسلتاسيون باغ سبيسياليتي في كل مركز وسيط. يعني هذا باش ينقص شويه على الاكتظاظ في المستشفيات وعلى الاستعجالي في المستشفيات الجهويه ولا في المستشفيات الجامعيه. يحسن الخدمات ويقرب الخدمات للمواطنين في المناطق الداخليه. معناها كل عندك قداش عندنا معناها 10، عندك 10 مستوصفات باش يخدموا مع مركز وسيط، والمركز الوسيط هذايا فيه كل الخدمات مع اطباء الاختصاص. انت تعرف اللي انا في 2017 عملنا طريقه عملنا معناها نوع جديد من اطباء الاختصاص الجهات اللي هما توا قاعدين يكتونوا، اللي هما يمشوا وحدهم طلبوا باش يعملوا شنو هو الاختصاص نتاعهم في 11 اختصاص، مش الاختصاصات الناقصه اللي هما القلب والطب النساء وطب الراديولوجي، هذوما باش اول بروموسيون نتاعهم باش تحضر في 2022. دونك طب الاختصاص في الجهات باش يولي موجودين في كل معناها في كل عام باش يتخرجوا ما بين 120 و200 في كل عام. 120 و200 يخدموا في المستشفيات في الجهات. وب
اوبليغاتوارمون معناها يعديو على الاقل 4-5 سنين في المستشفيات الجهويه اللي هما اختاروهم راه. معناها هما توا يعملوا في الاختصاص، اللي يخدم في الغديولوجي اختار باش يمشي للتوزع، اللي فما شكون اللي في الجراحه واختار باش يمشي للتطاويل. يعني توا حاضرين هذوما الطب هذوما باش يخدموا باش نسهلوا لهم الخدمه نتاعهم وباش ينجموا يكملوا، يلزم يتتوفر لهم التجهيزات يعني والبنيه التحتيه باش ما يهربوش وما تكونش تجربتهم معناها تجربتهم قصيره. احنا نتفاهموا اكيد ما فماش انسان ينجم يخدم في ظروف صعيبه ما فيهش الادنى نتاع التجهيزات والامكانيات. طبعا هو اليوم معناها التجهيزات والامكانيات، علاش نرجع نفس الحكايه، هي التمويل نتاع الصحه. تمويل الصحه، انت هذا تو جبت تمويل الصحه على خاطر المشكل سواء في المستشفيات الجهويه سواء حتى في المستشفيات الجامعيه وفي تونس. معناها ناقصين اليوم احنا تونس قديش تخلص معناها معناها لكنا لا لا البيدجي نتاع الصحه هي زادت سنة الميزانية متاع وزارة الصحة بالمقارنة بالعام الماضي، فما إقرار زيادة في الميزانية متاع وزارة الصحة، ما تقعد الزيادة غير كافية بالنسبة للبي بي ما زادتش. يعني دائما في زيادة وفي ما ديما فما زيادة في دائما معناها ما فماش زيادة، هي في 7% معناها مخصصة من الناتج الخام مخصص لقطاع الصحة. انت عندك لاموين مونديال هي في 9.9 واحنا اليوم في 7% اقل من المعدل العالمي. اقل من المعدل العالمي. دونك احنا كي باش نشوفوا، انت تعرف معناها بلدان توا تعرف بلدان توا تونس معروفه اللي هي عندها احسن ثاني معناها منظومه صحيه في افريقيا راه هذه في عام 19 خرجت معناها. علاش؟ على خاطر بعد لافريك دو سود. وهذا كل على مكتسبات اللي تعملت من بعد الاستقلال، لكن اليوم بلدان فاتتنا معناها افريقيه. اليوم رواندا مخصصه معناها للصحه اكثر من تونس. هذه لازمنا نعرفوه. دونك يلزم تغيير كل السياسه وتغيير يعني في مستوى اكثر حاجه هي يعني كما قلت لك الخدمه الصحيه. اصلاحات لما لا حوار وطني حول الصحه. هي هذه اما في نفس الوقت باش تنقص خاطر ما تنجمش اليوم تصلح وانت عندك الاكتظاظ اللي موجود اليوم في المستشفيات الجهويه والمستشفيات الجامعيه الا بتعزيز الخط الاول. وهذاك باش يحسن. علاش؟ على خاطر باش يمكنك باش تعمل السياسه الوقائيه. راهو ما فماش دوله اللي تحسنت معناها على مردود وشوف كما لانجلتير ولا كندا ولا اللي ما خدمتش على ال اللي ما خدمتش على الوقايه. الصحه الوقائيه اللي هي الصحه الوقائيه كيما خدم عليها بركيبه وقت اللي عمل معناها الفاكسيناسيون وقت اللي عمل القوافل معناها الصحيه تمشي لكل جهه باش يعرفوا واش انا واللي عنده اللي شكون اللي عندهم لي تراكوم يداويو لي تراكوم يداويو في التوبركيلوز يداويو. لازم نراهنوا على الصحه الوقائيه ما نقعدوش على الصحه الوقائيه وهذه ما تنجم تكون كان بسياسه صحيه في كل الوزارات خاطر الصحه راهي تمس اللي ناكلوا فيه معناها اليوم. وللاسف ونقولها وانا كنت وزاره الصحه وشفت معناها قداش لي بيستيسيد موجودين معناها في الادويه قداش في التغذيه معناها لي بيستيسيد اللي يدويو بهم معناها ماهمش ما نعرفوش قداش الكميه معناها كميه كبيره. وهذاك علاش عندنا مشكل اليوم في التصدير، عندنا مشكل في التصدير سواء على في لي فروي معناها والا في لي ليجوم. ثقافه كامله لازم تتبدل مراجعه لل هي ثقافه وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت رقابه كبيره. وهذاك علاش رانا ماشيين احنا عملنا كل الركائز ومنها اهم حاجه هي تركيز الهيئه اليوم لمراقبه معناها مراقبه الصحه الغذائيه اللي مهمه جدا. قانون معناها الصحه الغذائيه اللي تعمل في 2000 معناها 2017 2018 هذاك مهم جدا. اليوم كما قلت لك تعزيز الصحه الوقائيه كما قلت انت الوقائيه على مستوى على مستوى الخط الاول. وفي وثالث حاجه هي ما نجموش اليوم نعملوا يعني باش نعملوا حوكمة بدون ان سيستم دانفورماسيون اللي فيه لا ترانسبارونس. اش معناها الشفافية سواء في الأدوية سواء في المستشفيات سواء هذه لازم حاجة منه، هذه لازم منه مفروض منه. فما تأخر كبير وللأسف وفما هذه
هي من الخطوات المهمه باش نعرفوا الفلوس وين قاعده تمشي. والريزيستانس اللي فما فما ريزيستانس كبير، علاش؟ على خاطر فما فساد كبير في قطاع الصحه. الفساد الكبير هو اللي خلى ما فماش توا كي نجيو نشوفوا في اللي فارماسي يلزم يكون من الدواء من اللي يحط الطبيب للي موجود نلقاو له هذا نجم يكون موضوع حصة أخرى نحكيو فيها على الفساد الموجود. احنا حكينا باقتضاب توا يمكن بشكل مختصر، نجمو نحكيو في حصة أخرى منفصلة على الفساد الموجود في وزارة الصحة. وشفنا البارح مدام سميرة وزارة الصحة أعلنت على بدء فتح ملفات في بالتعاون والتنسيق مع محكمة المحاسبات على كيفية التعاطي مع أزمة كوفيد. نجم تكون هذه خطوة إيجابية، خطوة وحتى أولى قبل كوفيد وحتى كل معناها من المستشفى. الحقيقه انا معناها وجدت كثير من كثير من الملفات والملفات راهو فما فساد كبير، سواء على مستوى طبعا الاشخاص، ولكن ايضا فما فساد في الكراس الشروط. يعني كراس الشروط نجم نجم تكون هذه موضوع حصة منفصلة نحكيو فيها على الفساد حسب تجربتي. أكيد كثيرة وكثيرة جدا، وإحنا حتى إحنا سيد وصلنا لنهاية وقت البرنامج. نحبوا كنت حب نعملوا حصة ثانية، جزء ثاني نحكيو فيه على الفساد في وزارة الصحة وكيفاش نجم تتعامل الدولة مع الملفات الفساد هذية، باش نبنيو على حاجة نبنيو. أنا معناها الصحة ما تستنيش، والله صدقني البارح برك معناها اليوم الخميس انا الكونسلتاسيون تاعي، معناها جاني واحد مريض اللي هو معناها ظاهر عنده مرض متطور وجاء معناها من الاستعجالي وليه شهر هو يدور. علاش؟ على خاطر قال لي ما لقيتش باش نعدي. قلت له انت كيفاش؟ قال لي انا كنت قبل نصب على روحي ما عندوش حتى وين يسكن. قال لي انا كنت نصب على روحي قبل، كنت واش تخدم؟ قال لي مره نخدم في المرا، مره نخدم في الفلاحه، مره كل مره اش نخدم انا عامل يومي، لكن نصب على روحي. وقال لي فيا 5 سنين ولا 6 سنين ما عادش نصب على روحي. دونك هذا راهو وعمره معناها 70 سنه الراجل هذا. قال لي راني انا ما عنديش لا عنده لا كارني لا حتى شيء. يعني الحالات احنا في المستشفى نشوفوا فيها كل يوم. يعني اليوم مشكله التغطيه الاجتماعيه هي اهم حاجه، الملف اللي لازم يتجبد ويلزم تكون يعني من اولويات الحكومه. هذا باش يكون موضوعنا مدام سميره في الجزء الثاني من برنامج سياسه الصحه معك انت، نحكيو على الظواهر هذه، نحكيو على الفساد في وزاره الصحه وتجربتك انت، اكيد تجربتك عن قرب وانت لمست اكيد وشفت ملفات فساد. في الجزء الثاني من البرنامج باش نحكيو على النقاط هذه. شكرا ليك، يعطيك الصحه على تلبيه الدعوه. كانت هذه سياسه الصحه لليوم السبت. باي باي. شكرا لمخرجة الحصة أمل البارز، كنت معكم سمية حامدي من وراء الميكرو. تحية لكم ناس الكل اللي تابعوا فينا على إذاعة الحياة FM. سياسة الصحة. التطرق إلى السياسات الصحية بمختلف القطاعات العامة في برنامج سياسة الصحة.